رأيكم؟ محدودة معدودة؟ أكيد، لأن الله عز وجل سخر لنا إيش؟ ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في هذه الدنيا من حيث الطهارة والنجاسة هو طاهر، إلا ما حده الشرع بأنه نجس. أي مادة، أي سائل، أي صلب، أي نبات، أي معدن، أي حجر، كله طاهر إلا ما جاء الشرع وحدد النجسات منه. كما أن في المعاملات والأكل والشرب كل شيء حلال، سخره الله لنا، إلا ما حرم الله علينا من كذا وكذا وكذا. فالأصل الإباحة في كل شيء، والأصل الطهارة في كل شيء، والنجاسة والتحريم أمور طارئة يحدها الشرع. فما لم يأتي فيه نص بأنه نجس، أو ما لم يأتي فيه نص بأنه حرام، فالأصل ماذا؟ الطهارة والإباحة. يقول إلا في الأبعاض، يعني إلا في النساء، كل النساء حرام عليك إلا ما حدد الله عز وجل. واضح؟ طيب، الأصل في جميع الأشياء الطهارة، فلا تنجس. كذلك إيش من ناحية الأكل والشرب والتعامل، كله أيضا مباح، طهارة من عدمها كله طاهر، تحريم من عدمه كله حلال إلا ما حد الشرع. بخلاف العبادات، العبادة كيف؟ كل عبادة حرام تتعبد الله بها إلا العبادة المشروعة. الأصل في العبادات التحريم، يحرم عليك أن تعبد الله إلا بعبادة أذن لك أن تعبد بها. فإذا تعبدت الله جل وعلا بعبادة لم يأذن لك بها تعتبر ماذا؟ تسمى بدعة. والبدعة هو إيش؟ مردودة، من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، أي مردود. نعم. قد يخفى علينا محل الخبث، مثل لعاب الكلب ما نعلم منه يعني لماذا نجس، فالشرع نبهنا عليه. قد يقول قائل عملوا تحليلات واكتشفوا كذا، التحليلات هذه ليست لعامة الناس، الناس خلقهم الله جميعا إنس وجن أن يعبدوا الله عز وجل، فخفيت عليهم العلة في ماذا، لماذا نجس لعاب الكلب، فالشرع نبه على ذلك. وفي أشياء خبيثة واضحة كعذرة الإنسان، واضحة خبيثة نتنة. نعم.